نتكلم بقى دلوقتي على مكونات الجهاز نفسها. بيسكلي احنا فهمنا ان احنا عندنا تو بروسيسز لازم يحصلوا، البروسيس بتاعت الديفيوجن والبروسيس بتاعت الالترا فلتريشن. واحده فيهم بتشيل الاملاح، واحده فيهم بتشيل الميه. عشان نعمل الكلام ده احنا محتاجين ان احنا يبقى في عندنا محلول بنسميه دايليزيت، يبقى موجود قصاد الميه قصاد الدم في ناحيه من في كل واحد فيهم في ناحيه من نواحي فلتر معين او ممبرين معين موجود بشكل يعني يسمح ان يحصل اكسشينج بين الاثنين. فبيبقى في عندنا براكتيكالي في اي جهاز هيموداليسيس في عندنا جزئين منفصلين تماما. الجزء الاول هو بنسميه دايليزيت سيركت، مهمتها ان هي تكون الدايليزيت من يعني بتركيز معين وتخليه بعد كده سيفلي ان كونتاكت مع الدم من خلال حاجه بنسميها الدايلايزر. الدايلايزر ده هو ده الفلتر، هو ده الحاجه اللي احنا بنحط فيها الدم في ناحيه ونحط فيها الدايلايزيت في الناحيه الثانيه. الجزء الثاني هو بنسميه البلاد سيركت، هي اللي بتاخد الدم من البيشنت وتمشيه في الدايلايزر عشان يبقى ان كونتاكت مع الدايلايزيت بشكل سيف برضو، وفي الاخر ترجعه برضو بشكل امن للبيشنت. فاحنا هنحاول بقى نتكلم دلوقتي على المكونات بتاعه الجهاز واحد واحد عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. فنتكلم جنرالي كده ايه اللي بيحصل، وبعد كده نتكلم على بعض التفاصيل عن كل مكون لوحده. ففي الاول خالص طبعا احنا لما نيجي نحط اي حاجه ان كونتاكت مع الدم لازم نتاكد ان تركيزها هو مش مختلف كتير عن تركيز الدم من ناحيه المواد المهمه اللي موجوده في الدم. على سبيل المثال عندنا الدم في مجموعة أملاح تركيزها بيؤثر كتير جدا على جميع وظائف الجسم، يعني مثلا تركيز الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورين، البيكربونات، الحاجات دي كلها يعني مهم جدا 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 ان يكون نفس التركيز اللي موجود عندنا في الدم ما يتغيرش في أثناء عملية الهيموداليسيس. لو اتغير تركيز أي واحدة من الأملاح دي بتبقى في غاية الخطورة. على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على مثلا حركة عضلة القلب أو أي عضلة عموما، كنا بنسمع عن حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب دي هي اللي بتعمل لنا فيسيولوجيكالي بتعمل لنا حركه العضلات، بتتم عن طريق اكسشينج اوف ايونز بتوين الاكسترا سيلولر والانترا سيلولر كومبارتمنتس بتاعت العضله. لو حصل اي تركيز من تركيزات المواد الاملاح مثلا زي الصوديوم او البوتاسيوم اتغير بشكل كبير، بيحصل اكننا بنعمل جامينج او بنعمل اعاقه للعضله ما تقدرش انها تتحرك. وطبعا لو احنا فكرنا ان احنا عندنا اهم عضله في الجسم اللي هي عضله القلب، لو احنا غيرنا التركيز ده بحيث عضله القلب ما قدرتش تشتغل، يبقى احنا كده براكتيكالي عملنا حاجه في يعني كونديشن يبقى فيتال بالنسبه للبيشنت. فمهم جدا ان احنا لما نحط كونسنتريشن للدايليزيت لازم نتاكد ان تركيز الدايليزيت هو نفسه تركيز الدم من حيث المواد الاساسيه اللي زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورين والبيكربونات، على الاقل كل الاملاح اللي هي الاساسيه في الجسم تبقى نفس التركيز بحيث ما يحصلش اكسشينج بين الدم وبين الدايليزيت بالنسبه للاملاح دي، بحيث ما غيرش تركيزها في الدم. فبالتالي احنا بنحاول نكون نعمل كومبوزيشن للدايليزيت بحيث يكون في الاملاح دي. الحقيقه بيتعامل بشكل يعني مميز جدا في الهيموداليسيس ان هو بياخد كونسنتريت، بيبقى في عندنا حاجه اسمها اسيد كونسنتريت بيبقى فيها البايكربونات مينلي، وبيبقى في عندنا بايكربونات كونسنتريت بيبقى في عندنا بايكربونات وعندنا يعني بيبقى فيها الاملاح مثلا الصوديوم والحاجات دي كلها. فبيبقى في بيسكلي ببني انا التركيز بتاع الدايليزيت بان احنا نعمل بروبورشننج بتوين كونسنتريت، يعني محلول مركز بيبقى اسيدك ومحلول مركز بيبقى قلوي يعني بايكربونات اكتر شويه، وبيسكلي مع الميه بتركيزات مختلفه. وبيسكلي احنا بنتاكد بعد كده ان تركيزهم سليم، بيبقى في عندنا حاجه زي كوندكتيفيتي مونيتور هنا او كونسنتريشن مونيتور، بيبقى في عندنا حاجه زي سنسور كده يقدر يسنس الكونسنتريشن اذا كان سليم ولا لا. وفي نفس الوقت طبعا احنا عندنا اي حاجه تتحط ان كونتاكت مع الدم درجه حرارتها ممكن تفرق مع الدم. يعني معروف ان الدم لو احنا الدم طبعا فيه بروتينز، والبروتينز بطبيعتها لو احنا غيرنا درجه الحراره اكتر من 42 درجه مئويه مثلا هنلاقي يحصل يبتدي يحصل تغير في طبيعه البروتينات. زي مثلا لو بنتكلم مثلا زي البيضه لما ان احنا نسويها بنلاقي ان احنا لما نحط الحراره يبتدي الجزء الزلال بتاع البيض يبتدي يتغير، يبتدي لونه يبقى مختلف، يبتدي يتغير طبيعته تختلف. نفس الكلام بالنسبه للدم، لو احنا حطينا محلول درجه حرارته مرتفعه
ان كونتاكت مع الدم يبقى في غايه الخطوره، ممكن يؤذي المريض بشكل كبير، ممكن ان هو يعمل مشكله كبيره. فاحنا لازم نحط درجه حراره تبقى اولموست نفس درجه حراره الجسم اللي هي تقريبا 37 درجه. وفي نفس الوقت اكشولي احنا ممكن حد يفكر احنا مش لازم ان احنا نحط درجه حراره الجسم، ممكن نحطها اقل، احنا اهم حاجه ما يكونش اكتر من 42. بس اكشولي لما بنحط درجه حراره اقل من 35 درجه بيحصل العكس بقى، بيحصل loss of يعني حراره، يعني حراره بتفقد من الدم بتروح للدياليزيت. يعني بمعنى لو انا درجه حراره الدم 37 درجه ودرجه حراره الدياليزيت 30 درجه مثلا، هيحصل تبريد للدم من خلال عمليه الدياليسز. يعني وانا بمشي الدم ان كونتاكت مع الدياليزيت يبتدي الدم نفسه يبقى درجه حرارته تبقى ابرد. الحقيقه دي بتسبب حاجه كونديشن المريض بيسميه هايبوثيرميا، يعني بنسبب ان احنا نقلل درجه الحراره الداخليه بتاعه الجسم، ودي الحقيقه ما هياش حاجه كويسه، دي حاجه ممكن ان هي برضو تسبب مشاكل للمريض. فاحنا مش عايزين لا ده ولا ده، يعني لازم درجه حراره الدياليزيت تبقى مناسبه او بنفس تقريبا درجه حراره الجسم، بحيث ما يحصلش لا فقد ولا اضافه للحراره بتاعه الدم. طبعا احنا نتاكد يعني قبل ما الدياليزيت، احنا هنا عملنا سخنا الميه اللي هي الداخله بتبقى طبعا بيوريفايد ووتر، لازم يبقى ميه ما فيهاش اي املاح خالص. طبعا لما احنا بنسخن الميه زي ما احنا عارفين بيبتدي يبقى فيه بابلز، اير بابلز تبقى موجوده داخل الميه، لازم يبقى في عندنا مرحله بتاعه دي ايريتور. دي ايريتور بيشيل الفقاعات الهواء اللي موجوده عندنا، ودي الحقيقه بتتعمل بشكل بسيط، بنعدي الميه في كومبارتمنت يبقى فيها جزء مفرغ من الهواء فوق، يعني في حاجه زي ساكشن او نيجاتيف بريشر فوق الميه، والنيجاتيف بريشر ده بيخلي الفقاعات الهواء يبقى افضل لها ان هي تطلع بره الميه عن انها تفضل جوه الميه، فبالتالي بنتخلص منها ونقدر بعد كده نكمل في الباث بتاع الدياليزيت من غير ما يكون عندنا فقاعات ميه. فقاعات الميه دي الحقيقه بتعمل بعض المشاكل، يعني ممكن هي تسبب بعض المشاكل في السنسورز او تتراكم مثلا داخل الدياليزر فتعمل لنا loss of efficiency، فبنحب دايما ان احنا نشيلها يعني. بعد كده بيبقى في عندنا مرحله ميكسينج، بيبقى في عندنا حاجه اسمها دياليزيت بروبورشنينج سيستم، بياخد يعني ده بيعمل ميكسينج للدياليزيت من كميه ميه محدده لكميه اسيد محدده لكميه بايكربونات محدده، يعني بيعمل تناسب بين الثلاث مكونات دول بحيث يطلع في الاخر هنا كونسنتريشن مظبوط. قبل ما ادخل الدياليز على الدياليزر لازم اتاكد الكونسنتريشن مظبوط واتاكد ان درجه الحراره مظبوطه. بيبقى في عندنا تمبرشر سنسور اللي هو المكتوب عليه تي دوت، بيبقى في عندنا كوندكتيفيتي سنسور او كونسنتريشن سنسور بيسنس برضه الكونسنتريشن ونقدر ان احنا نديتكت بيه اذا كان في عندنا مشكله في الكونسنتريشن ولا لا. لو في اي مشكله في الاثنين دول بنعمل باي باس للدياليزيت دوت، يروح على طول على الدرين ما يخشش جوه الدياليزر. الدياليزر ده هو الجزء اللي بيعمل فيه كونتاكت مع الدم، فلو انا حصل عندي كونتاكت مع الدم بمكونات غلط هيبقى في عندي مشكله خطيره على البيشنت. فدايما بيبقى في عندي حاجه اسمها باي باس فالف بيتفتح لما يكون في عندي مشكله يا اما في الكونسنتريشن يا اما في درجه الحراره. المفروض ان هو يدخل في الدياليزر يبقى ان كونتاكت مع الدم ويحصل اكسشينج بينهم، وبعد كده بيطلع بعد كده عشان يروح على الدرين. بس قبل ما يروح على الدرين بيبقى في عندي هنا سنسور مهم جدا للسيفتي بنسميه بلاد ليك ديتكتور، مهمته ان هو يسنس اذا كان في اي مشكله سببت ان يبقى في دم يدخل داخل الكومبارتمنت بتاع الدياليزيت. احنا هنا بيبقى في عندنا ممبرين في الجزء بتاع الدياليزر، في عندي ممبرين عامل سيبريشن بين الدم والدياليزيت. لو حصل لاي سبب من الاسباب ان في قطع في الممبرين دوت، هيبتدي يبقى في عندنا الدم من هنا يدخل في الدياليزيت، وبالتالي الدم ده ممكن يبقى ديتكتد هنا، بيبقى في عندنا سنسور باسم بلاد ليك ديتكتور يديتكت البلاد ليك دوت، واول لما يحصل على طول يوقف عمليه الدياليسيس كلها علشان ما يحصلش فقد للدم. الحقيقه اللي بيحصل الاوبريشن اللي بتحصل هنا دي كلها الحقيقه، طبعا لما بنتكلم على ان في هنا عندنا دياليزيت ماشي في الدايركشن ده كده لازم يبقى في عندنا بامب تعمل الكلام ده. فالحقيقه بنحط الدياليزيت بامب في المكان دوت، لان هي الميزه بتاعتها لما نحطها في المكان دوت ان هي بتعمل الفلو دوت، بتدرايف الفلو اللي موجود هنا، وفي الوقت نفسه اكشوالي ممكن بيها نعمل نيجاتيف بريشر يشد لنا الميه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الالترا فلتريشن من الدياليزر، من خلال الدياليزر تجيبها لنا من الدم تروح للدياليزيت. فهو هنا اكشوالي دياليزيت بامب بتعمل نيجاتيف بريشر، النيجاتيف بريشر اللي احنا محتاجينه في الالترا فلتريشن علشان نعمل ريموفال للووتر، كميه الووتر اللي احنا محتاجينها من الجسم.
الجانب الاخر من جهاز الهيموداليسيس هو البلاد كومبارتمنت او بلاد سيركت. البلاد سيركت دي هدفها ان هي تاخد الدم من البيشنت من خلال نيدل، ويبقى في عندي حاجه تسمح لي ان انا اعمل بامبنج للدم واضيف له هيبرين علشان ما يحصلوش كواجيليشن، وبعد كده ادخله يبقى ان كونتاكت مع الممبرين اللي هو الناحيه الثانيه فيه بيبقى فيه دياليزيت. طبعا النقطه ان احنا يعني الحاجه اللي هي بتجيب لنا الدم اللي بتدخل الدم لجهاز الهيموداليسيس بسميها الارتيريال بلاد لاين. دي مش معناها ان انا باخدها من ارتري، دي اكشوري انا بتخيل جهاز الكلى الصناعيه ان هو زي الكلى الطبيعيه بيدخل له ارتري ويخرج منه فين. فالباث او الدم اللي داخل للجهاز الهيموداليسيس بسميه ارتيريال بلاد لاين، واللي خارج بسميه الفينس بلاد لاين. فعشان كده هنلاقي بيسكلي ان الحاجات اللي هي يعني هنشوفها في جهاز الهيموداليسيس ان الارتيريال بريشر اللي هو البريشر بتاع الجزء اللي هنا دوت بيبقى اقل من الفينس بريشر، لان احنا هنا عايزين نحط نيجاتيف بريشر، يعني البريشر هنا يبقى اقل من البريشر الموجود عندنا في الجسم عشان يسمح ان احنا نسحب الدم من الجسم، وهنا احنا محتاجين البريشر يبقى اعلى شويه من البريشر الموجود عندنا في الجسم عشان يقدر يدخل الدم داخل الجسم. فبالتالي احنا بناخد الدم ونعمل له بامبنج بشكل سيف ونضيف له هيبرين. هيبرين ده ماده بتمنع تجلط الدم، كواجوليشن انتي كواجولانت، وندخلها بعد كده عشان تعمل اكسشينج للاملاح والميه مع الدياليزيت، وبعد كده عايز ارجعها للجسم. عشان ارجعها للجسم بشكل سيف لازم اتاكد ان انا ما يبقاش فيها اي اير بابلز. طبعا اي فلويد بيمشي يعني بيعمل فلو ممكن يحصل يبتدي يتكون فيه اير بابلز. لو حصل عندنا ان احنا بقى في عندنا اير بابل سايز بتاعها 1 سي سي بيبقى عندي مشكله، ممكن تعمل خطوره على حياه المريض. فلازم اتاكد ان ما فيش اي اير بابلز، يعني بتكلم على الاير بابلز اللي هي حجمها ممكن يكون 1 سي سي 1 سنتيمتر سكويرد كفوليوم، او عندي فوم اللي هو بابلز صغيره جنب بعض متجمعه مع بعض ممكن يبقى الحجم بتاعها 2 سي سي. في كل الاحوال لازم امنع دول خالص ان هم يدخلوا داخل الجسم. فالاير ديتكتور هنا بيديتكت اذا كان في اير بابلز، واذا كان في اير بابلز بيعمل حاجه اسمها لاين كلامب، يعني بيستعمل حاجه اسمها لاين كلامب عشان يقفل الخط ده خالص، يقفل الجزء ده تماما علشان ما يمنع الدم من يدخل الجسم لغايه لما الاير ده يتم يعني سحبه بشكل ما. بيبقى في عندنا واحده من السيفتي ديفايسز الموجود عندنا، بيبقى في عندنا بريشر سنسور هنا عشان يتاكد ان الجزء دوت اللي هي البلاد سيركت كلها يعني كلها بريشرايز، يعني كلها بيسكلي البريشر فيها مرتفع بشكل معين. يعني انا هنا بعمل بامب فمعنى كده البريشر هنا هيكون مرتفع. لو حصل اي ديسكونكشن، لو طبعا الكلام ده كله بنشوفه طبعا ان هو عباره عن تيوبس يعني بلاستيك تيوبس زي ما هنشوف بعد شويه، لو حصل فيها اي ديسكونكشن حصل فيها رابشر لاي سبب من الاسباب معنى كده ان الدم ده هيفقد. بس اكشوري لو حصل حاجه زي كده البريشر اللي موجود طبعا هيدروب، هيحصل ان هو يدروب يبقى هو نفسه الاتموسفيريك بريشر. فمعنى كده البريشر سنسور ده يقدر يديتكت لو في عندي اي مشكله في الانتجريتي بتاعه البلاد سيركت، وطبعا لو في عندي مشكله اي حاجه يعني حصل فيها ديسكونكشن او اي حاجه حصل فيها اكسبوجر للدم للجو الخارجي طبعا بيبقى في غايه الخطوره علشان ممكن يحصل فقد للدم وممكن يحصل تلوث للدم من الميكروبات اللي ممكن تدخل من خلال الفتحه دي. فهم الاثنين الحقيقه بيعملوا يعني تشيك على الدم قبل ما يرجع للبيشنت بحيث اتاكد ان هو داخل بشكل سيف.